تعالوا نروح لغرفة الملابس ونشوف فرحة لعيبة النادي الأهلي مع زميلنا فاروق صلاح ولقاء مع ياسر إبراهيم. من جديد ده برحب بالكابتن ايمن شاوي بكل المشاهدين ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مفيش وقت من المباراه، مفيش وقت من يعني مباراه او اي وقت بتحتاجه الا ما بيكون موجود ياسر ابراهيم. ياسر، مليون مبروك كاس مصر، بطوله غاليه على خصم زي فريق بيراميدز، بتعني الكثير جدا لياسر ابراهيم وللنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وبحمد ربنا بشكر فضله. طبعا دي نعمه كبيره من عند ربنا. ماتش النهارده تبقى متاخر بهدف في الدقيقه خلاص حاجه و60 او حاجه و70 وتقدر ترجع الماتش تاني تتعادل. لا باسم انا بقى واحد يلا طبعا طبعا انا وانت بقى مش مشكله طبعا طبعا